حل كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزيرة البيئة بولاية الطارف للإشراف على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة المصادف للسابع والعشرون من سبتمبر من كل سنة. ولاية الطارف مصنفة ولاية سياحية بامتياز بشريطها الساحلي على طول 87 كيلومتر وببحيرات المصنفة محميات عالمية وبثروتها الغابية. المراسلة لمحمد رشيد قباع. يمثل فرصة لمناقشة سبل الارتقاء بمساهمة هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار مسار بناء جزائر جديدة. إن اختيارنا لولاية الطارف كأول محطة في برنامج الزيارات الميدانية لموقع هذه الولاية الاستراتيجي كمنطقة حدودية وكذا لما تملكه هذه الولاية من مقومات الجذب السياحي، ومن خلال هذه الزيارة نتطلع لأن تصبح ولاية الطارف على غرار باقي ولايات الوطن وجهة سياحية بامتياز بفضل من المقومات التي تملكها، والعمل على استدراك الأجر المسجل في طاقات الاستقبال من خلال تحفيز الاستثمار واستغلال الإمكانيات العقارية المتاحة، وهذا بفضل الوعاء العقاري الهام الذي تتوفره مناطق التوسع السياحي المتوفرة بالولاية والتي يبلغ عددها 5 على مستوى منطقة التوسع السياحي لاميسيدا التابعة للوكالة الوطنية للتنمية السياحية، تم إدراجه كعملية ذات أولوية ضمن التدابير الاستعجالية الموجهة لإنعاش قطاع السياحة، والذي تم عرضه أمام مجلس الحكومة وأمام خلال اجتماع من خلال إنجاز 13 مشروع إيكولوجي أي صديق للبيئة، طاقة استيعاب تفوق 2600 سرير مما سيسهم بتوفير أكثر من 4000 منصب شغل. الترويج للسلوكيات البيئية لدى رواد وزوار مختلف المناطق السياحية ومن بينها ولاية الطارف التي تسخر بنظام بيولوجي وإيكولوجي هام. استراتيجية وزارة البيئة ضمن مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية والذي تم المصادقة عليه الأسبوع الماضي من طرف غرفتي البرلمان، عدة محاور من بينها كما ذكرها زميلي ترقية السياحة البيئية كأحد التدابير الاستعجالية للحد من المساس بالبيئة وكذا حماية الإطار المعيشي للمواطن. وفي هذه النقطة سمحوا لي نفتح قوس باش نأكد على النقطة هذه الإطار المعيشي للمواطن التي تعتبر من بين التعهدات تاع رئيس الجمهورية، وهذا التعهد الذي يمثل تعهد رقم 33.